اتوحشتك قوي يا ولدي. انت اكتر يا ست الكل. طه ونادي عاملين ايه؟ الحمد لله. هتيجي ميتة؟ كل اسبوع وراجع لك. مفيش اخبار عن زين الصغير؟ لا لسه ربنا ما اذنش. عيلة مرتك عامل ايه معاهم؟ مبسوط؟ ومرتك عامل ايه؟ كويسه بخير معاك اهي. ازيك يا ماما، وحشاني. ازيك يا فاروز يا بنتي، اخبارك ايه؟ اتوحشتك قوي. الحمد لله كويسين، بس انا مش مبسوطه ان انتي ما رضيتيش تيجي معانا، القعده ناقصاكي. يلا اتجدعني وارجعي لنا بزين الصغير. امين يا رب، ربنا يخليكي لينا يا ماما. محمد رسول الله. ايه يا فيروز، هناكل امتى؟ بطننا بتصوصو، يا ريت بقى مشهد الحب اللي بينكم ده تاجلوه بعد الاكل. حالا يا مامي. يلا يا زين، اللحمه استوت قوي خلاص. لسه لازم اللحمه تستوي كويس عشان طقم اسنان امك ما يطلعش في حته لحمه من دول. هتسمعك. ايه يا معلم، تشوي بقره ولا ايه يا ابني؟ لسه ما استوتش والله. انا هي اكلها برضه. يا ابني اصبر على نفسك شويه. قالوا عايز تخس وتنزل الفاتس بتفاصتك دي. لحظه، انت بتتكلمي على التخن والخسسان؟ نسيتي شكلك كان عامل ازاي؟ لا نسيت. انت بقول لك ايه يا ياسر، عارف لو طلعت الصوره هتمنع عينك والله العظيم. ياسر ما تهرجش مامي. اولا انا بنوتي طول عمرها سلكه. اتفرج يا سيدي على سلكه المواعين دي. يا ساتر يا رب. طب والله كانت زي القمر، يا ريتك فضلت كده. اصل احنا يا عم كصعيدة نعز الست المتغذيه قوي. وضع الاستعداد. استعد. الله اكبر. رضا ما يجي يكمل الجوان دي. يا معلم المربع بيشوط بقى لي ست جوان. بقول لك المربع. مين اللي كسبان؟ بابا السابع اهو. بابا اللي صدق. 6-0 كتير. ابنك هني في بيتك يا عم، مستغل انه عمري في حياتي ما لعبت كره قدم وماليش في البلاي ستيشن ده. يا عم انت حد قال لك تختار غانا قدام ريال مدريد؟ انا اللي اعرفه ان غانا دي فيها عبيدي بيليه، قالوا لي احسن لعيب في افريقيا. عبيدي بيليه مين؟ انت فاكر عبيدي بيليه بيلعب معانا؟ عبيدي بيليه يا باشا اعتزل من قبل ما يخترعوا بلاي ستيشن. وانا اقول انا بخسر ليه؟ ابنك بيستغل عدم ثقافتي القرويه يا عم. بقول لك يا زين، قوم يا عم. ايه رايك في ادهم؟ والله يا عم شاب محترم ومستقبله حلو، وشايف انه بيحب هند جدا. وبعدين اكتر حاجه بحبها في علاقته بابوه، اللي مرضى بابوه. يا عم اطمن على بنتك معاه. الله عليك يا زين وعلى كلامك انه وزون يا ابني. الله عليك يا زين. الله، اقوم اروح انا بقى. انا مش قاعد. ايه يا بابا في؟ انت كل حاجه بتاخد راي زين ما بتاخدش راي انا؟ مش هاخد رايك انت، اللي غاوي سهر وصرمحه وتنطيط من هنا لهنا، ولعلمك من هنا ورايح بقى مش هاخد راي حد في الدنيا دي كلها غير زين. كفايه ان هو غلبك 6-0. كمان هو اللي غلبني 6-0؟ والله العظيم انا مش شايله 6 اهو. طب وربنا لحقق لك امنيتك يا عم، هات الدرع ده. يلا يا عم هات الدرع. انا مش هلعبك بغانا خلاص. تلعب بمين؟ هلعبك بالكاميرون. مش دي اللي فيها ميلا العجوز؟ بجد يا زين ما اخترته، شاب جدع ومؤدب ويعرف ربنا، مش زي شباب الايام دي.
كلامك صح يا إيمان، لكن الولد مش شبهنا ولا عيلته شبهنا ولا مستوى الاجتماعي والثقافي شبهنا، ده حاجة تانية خالص. كل ده ولا يسوى جنب واحد بيحب بنتك وشايلها في عينيه. ولو الفرق اللي بيننا وبينه مصيره يبان، ولو استحملته النهاردة مش هتستحمله بكرة، ولو استحملته بكرة مش هتستحمله الشهر الجاي. والله مرزق يا زين. طبعا مرزق يا عمي. اللي يتجوز فيروز ويناسب حضرتك لازم يكون مرزق. تعرف يا عمي؟ قعدتي مع حضرتك دي بتفكرني بقعدتي مع ابويا. كان غوي صيد كان بياخدني معاه وانا صغير. ايه الفرق بين الصيد معايا والصيد مع والدك الله يرحمه؟ الله يرحمه. مع ابويا كنا بنصطاد في النيل. مع حضرتك بنصطاد في البحر الاحمر. مع حضرتك بنطلع سمك ملون. مع ابويا ولا مؤاخذة كنا بنطلع كراميل. اي والله. فهمت قصدك يا زين. بص يا ابني، بالصبر تقدر تعدي اي ازمة انت وقعت فيها، وانا بقى الصيد ده بيعلمني الصبر. والله يا عم في حاجات كتير في الدنيا بتعلم الصبر اكتر من الصيد. يعني انا مثلا رجل ما عنديش صبر، عمال اطلع سمك من الصبح، وحضرتك اللي عندك صبر ما طلعتش ولا سمكة من ساعة ما قعدت. أسروا عليه حاسسهم قاعدين في الكوشي. فعلا شكلك نويت خلاص يا آسر. ما أنا قلت حصلكوا يعني، ولا اشمعنى أنت؟ لا لا، أنت بتقول إيه؟ آسر لسه صغير جدا على الجواز. فاتن مفيش أحسن من الجواز بدري. فعلا أنا مع رأيك يا صلاح. أنت إيه رأيك يا زين؟ ده مش رأي يا عمي، ده رأي الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. من استطاع منكم الباء فليتزوج. الجواز البدري عفة. أنا بقى رأيي مختلف، لأن أكبر نسبة طلاق بتحصل لما بيتجوزوا هما صغيرين. بالظبط، أنا عن نفسي بصراحة مأيدة كلام مامي جدا. يا جماعة موضوع الجواز ده ملوش علاقة بالسن خالص، ده له علاقة بمستوى النضج وتفكير وعقل كل حد فيهم. ربنا يكملك بعقلك يا مراتي يا حبيبتي. إن شاء الله متجوز سكرات. الله يكون محفوظ يا آسر، خطبتك من يومها وهي قمر. ليه بقى؟ وهو آسر وحش؟ طب آسر كانوا بيجروا وراه ملكات جمال. وهو أنا مختار واحدة محروقة يا طنط. ما هو مختار واحدة زي القمر أهي. إيه يا زين في إيه؟ إيه يا زين؟ أنت هتعكس قدامي ولا إيه؟ أنا بحاول أفض الاشتباك. شايفة مامتك بتحدف البنت كلام زي الطوب. وبعدين وأنا بكذب، بنت فعلا زي القمر. تاني؟ طب خليك بص هنا. كده يا حبيبي، مش عايزك تسار البنت في كل حاجة. وانا سارتها في ايه بس يا بابا؟ يا سلام، قول ما سارتهاش في ايه. اي حاجة بتطلبها البنت او امها بتوافق عليها. هنقضي شهر العسل فين؟ موافقين. الشبكة معرفش عاملة ايه؟ تمام. ده بيتك، بيتك هي اللي اختارته. ده كلامي ادهم. ما هي بصراحة هند كويسة، وبعدين مش عايزينهم يقولوا علينا بخلة. يا حبيبي انا عارف، أنا عارف البنت كويسة وباباها راجل كويس، بس مش مطلوب منك إنك أنت تضيع الفلوس اللي أنا اديتها لك كلها في شبكة ومهر وشهر عسل. بس برضو أنا ما ينفعش أعيشها في عيشة أقل من اللي كانت عايشاها. العيشة اللي هي عايشاها دلوقتي عايشاها من وقت قريب، بعد ما السيد الوالد كون نفسه يا أدهم. هند مش مادية. مش مادية، بس أمها مادية ومادية قوي. يلا يا أبو مادية يلا. عايزة تقول ايه يا فيروز؟ هو انت ما بتسيبنيش اتلائم عليك ابدا؟ هو ده عيب اللي تتجوز ضابط مباحث. طيب شوف يا فندم، سين، هل ممكن انا وانت نروح مع آسر وصاحبته لحفلة هيلعبوا فيها المزيكا بتاعت ديفيد فانديتا؟ جيم لا. ليه بقى ان شاء الله؟ انت ما قلتش سين. عموما جيم، لان احنا متفقين قبل الجواز ان احنا ما نروحش الاماكن اللي اخوك بيسهر فيها دي. يا زين الحفلات دي ما بتتعملش كل يوم في مصر، وبعدين اوعدك لو جيت معايا هتحب مزيكة ديفيد فانديتا جدا، ده هيلعبوا اخر تراكات عنده. وربنا قعدت انا وانت في الجنينة على ضي القمر مع كوبايتين شاي كشري حلوين على صوت ام كلثوم بألف حفلة من بتوع ديفيد ابو كليتا بتاعك ده. ابو كليتا؟ لا مدام ابو كليتا يا حبيبي، ما خلينا في ام كلثوم احلى.
أم كلثوم جميلة. هي دي الزوجة الصالحة. خرب بيت جمال أهلك يا شيخ.